حضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة، أقيم السباق 24 لهذا الموسم على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وكأس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة وكؤوس بنك البحرين والكويت وكأس مجموعة زيد بن ذيب الكبرى للصناعة والتجارة وكأس المرحوم يوسف بن راشد بروسلي، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. وحضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل، وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتتويج الفائزين بالكؤوس.